اسمي كابتن المها بهديلة، مدربة تايكوندو حاصلة على الحزام الأسود. بدأت في رياضة التايكوندو من عمر 12 سنة، كانت تجربة جميلة تحولت إلى شغف، وأمارس هذه الرياضة من تقريباً 15 سنة، من لاعبة إلى هاوية إلى محترفة. مع الإصرار أصبحت اليوم مدربة وصاحبة أول نادي للتدريب التايكوندو للسيدات. بدأت هذه الرياضة كهواية وحبي للرياضة بصفة عامة، وشدني شيء يعني جديد في رياضة التايكوندو، وقلنا ليش ما نجرب هذه الرياضة. وفعلا مجرد ما بدأت تدريب أول أيامي في هذه الرياضة التايكوندو، صراحة شدني فضول أني أعرف أكثر إيش نوع هذه الرياضة وإيش فوائدها وكيف أقدر أطور نفسي فيها. والحمد لله باستمراري فيها أخذت حزام الأسود في فترة جدا قصيرة بمجهود وتطور مع تحت أيادي طبعا مدربين كوريين، لأنه الرياضة تايكوندو أصلها من كوريا. الحمد لله الآن صرنا مصرحين تحت الاتحاد السعودي للتايكوندو، وبما أنه تم انتخاب رئيس جديد للاتحاد التايكوندو، وإحنا فخورين الحمد لله للي وصلنا له اليوم. طبعاً صار الدعم أكبر بالنسبة للبنات، وأفضل خبر وأحلى شيء كان أنه إحنا كمدربات تم التعريف بنا وصار لنا شهادة معتمدة، وفي نفس الوقت شهادات معتمدة كمان بتعطى للطالبات من الاتحاد السعودي. الحمد لله الآن عندي نادي مختص لتدريب التايكوندو للسيدات وللأطفال، فهذا أول من الأشياء اللي كنت أطمح ليها وأحلم فيها. الحمد لله وصلت إلى اليوم إلى هذا الشيء الجميل، وبإذن الله القادم أجمل إننا نفتح نوادي أكثر للسيدات، وكمان نوصل لبطولات داخلية وبطولات عالمية بإذن الله. وإن شاء الله الطموح الأكبر إننا نوصل للأولمبياد بإذن الله. الشيء اللي أطمحه دائماً إنه أقول للناس والبنات والأهالي إنه إذا عندكم لو شيء بسيط من الرغبة من تجربة هذه الرياضة، بالعكس أنا أنصحكم إنكم تجربوها وتشوفوا فين ممكن توديكم هذه الرياضة، إلى أماكن جداً جميلة من ناحية الشخصية، من ناحية الثقة بالنفس والدفاع عن النفس، وكمان تقدروا تكونوا أنتوا بإذن الله مستقبلنا وتكونوا مشاركين معنا في بطولات داخلية وبإذن الله بطولات أكبر وإلى الأولمبياد. ليش لا؟ هذا شيء ما يمنع، بما أنه الآن الدعم صار أقوى لنا وللسيدات في المملكة، فالقادم أجمل بإذن الله راح يكون لرياضة التايكوندو والسيدات.